تحديدا وجه بورغون. بورغون قصدي للاطلس المتوسط، تمشي المدينه السياحيه. مصري والقاهره بتمسي عليكم، بس عشان خاطر اخواتنا المغاربه الناس الكويسين ده انا والقاهره. وتحيه وتحيه كازابلانكا. تحياتي لكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما كتشوفوا الموضوع ديال اليوم بمناسبه ديال عيد الاضحى، غادي نديروا واحد الالتفاته للمغاربه البرازيل، الدراري ديال البرازيل، غادي نهضروا عليهم شويه، غادي نتفكروهم، نحاول نخلقوا معهم واحد الجو من المرح. وبهذه المناسبه نبغي نحيي نقدم واحد التحيه لخونا المامون عز الدين، الصديق ديالي عز الدين بوعماني، مراد المزوري، مول الحريشه، مسمار ديال البرازيل، مسمار دو برازيل، الدراري كلهم يوتيوبر مغاربه كاينين في البرازيل، قدموا لهم التحيه ونحاول نخلقوها معاهم شويه، نضحكوا في نطاق المستملحات. بقاو معنا باش غنبداو اليوم. غنبداو عطاو الكلمه للمول الحريشه، ما نتقدموش قدامه بحكم هو القديم فينا كاملين. عطيوه هو قول لنا شي كلمه مول الحريشه. مراد المزوري اللي في البرازيل، اللي ما تيحشم ما تيرشم ما نعرف مالو. عسى وصل الفيديو هذا، انا غادي نقول لك قبل ما نبدا الفيديو، سير شوف لك شي دكتور نفساني، راك مريض نفساني. تلا هو مول الحريشه، تلا صاحبي راه العواش هذا يا صاحبي، حتى حنا عطيناك الكلمه بديتي كتسب فيه، وهو بيني وبينك مراد ديما كيزبل. انت مالك مراد صاحبي ديما مكحل، مالك صاحبي، انت مالك قول لي مالك. عرفني اخوتي فار الدراري طوباق يعني كتسمعوا الطاعون، قريت عليه اخوتي في جوجل الاعراض، قال لك من هنا لثلاث ايام سمعوني. اللي عدو فار ولا اللي عداتو طوبة الأعراض كتبان في ثلاث أيام، ضيق التنفس، الحكة. فهمت والو أنا الدراري، فهمتوا شي حاجة فهموني أنا ما فهمت والو. تمالو هذا كيدخل يخرج بالهضرة طوبة الفار طاعون. مراد صاحبي تنقص من الدواء، صاحبي نقص من الدواء، ما فهمت والو. فهمتي شي حاجة مول الحريشة قول لينا. هيا قول لينا شنو كاين، قول للمغاربة أنا ماشي مغربي، أنا من البولي خارجو من جهه اخرى. ليش نقول لهم هكا؟ حيت باش تقصف المغاربه جميعا يعني من طنجه حتى للكويره، شكون انت؟ شكون انت؟ شنو تقول في ملك الله؟ انا معاك في هذه القضيه مول الحريش، انا معاك. العائله المغاربه ما نتفاكش معاها انا، ولكن هو انا معايير المغاربه الاول، هو قال لك الطاعون الطوباق الطاعون، ما فهمت والو انا يا صاحبي، ما فهمتش. فهمنا خا مراد، شرح لينا هادشي، انا ما فهمت والو انا، شرح لي مراد اصاحبي. قول والو عطاني طوبة طاعون. تلا مشى فيها الخوت، مشى فيها. هذا لا مقوي من طوزة، مقوي على من طوزة، ما فهمتيش مول الحريشة. هو ما كيقصد والو. هو عم زيت شوية، زيت جرعة. ما فهمتيش مول الحريشة. إما شي نهار غيقتلك شي واحد، إما غادي تدخل الحبس، إما غطيح في شي مصيبة كحلة. تلا اش بغيتي عنده أخونا صاحبي؟ راه أخونا تاهو مراد، راه أخونا. شوف مراد ما تخاف من والو، انا معاك، ما يقرب لك حتى واحد، لا مشيت للحبس لا نفريه لك، وانت واحد لا دوا معك شي واحد قول لي، ما تخاف حتى من واحد اصاحبي، تما ياك اصاحبي، تصافي مول الحريشه صاحبي تتغطى علينا اصاحبي. فين كندقها؟ كندقها في اللور، كندقها في اللور الدراري. قلنا لك ما تزربش مول الحريشه اصاحبي، السيد راه مريض اصاحبي، انت ما عرفتش كيدق، راه كيدقوا لي في البراوات اصاحبي، ترى السيد راه مريض اصاحبي، واش كتسب فيه اصاحبي؟ ما داير لك والو اصاحبي. تما ما تزربش اصاحبي، ما تبقاش تزرب اصاحبي. راك مريض نفساني، داك الشيء كتعاودوا للناس اللي ما تيعرفوش، ولكن انا بالنسبه لي انا ما غاديش يعني نثق بداك الكذوب ديالك وداك التخربيق ديالك، حيت علاش؟ انا عندي لك خبره، فهمتي؟ كاينه صافي اخو، صافي الله يبعد مني اخو، خليني انا مريض وانا صافي الله يسلم في حالاتك، خليني مع مراد شاد السوق. خو مراد قول لي كيفاش الاجواء؟ بغيت نشوف الشارع، خرج بيا دور، ضرب بيا شي دور اخو مراد في الشارع، تشوف البرازيل، بغيت نشوف البرازيل مراد. مراد عطاه طوبا ما عرفتش، هنايا دوك الدروج اسكادا هولانشي غنهبطو من هنايا. انا متالف اخوتي، انا تالف هنايا الاوبا، الاوبا هو لوسبيطاو، لقيت واحد جوج بنات دويز مينيناس لينداس، هاكي دويز مينيناس هما كيبيعوا الايبانادا هما. نوتريسا كوميدا برازيل، هادي الايبانادا. موتو بريغادو اخويا. واو مراد خالق عليا مع الدريات، زاهية مراد على عليا الدريات، بلبلة مراد ديما مبلبلة مع الدريات ديما، كاين مراد تاهي كاين. تقول لي يا صاحبي مول الحريشة انت قدم التشارج ديالك اصاحبي، شوف مراد هو خالق عليا ما حو. مالو مال باش تشد الدرية؟ ماشي شي حاجة صعيبة، تقدر درية تعرف عليها في نهار واحد وتمشي وتقضي وحاجة تكون في نهار واحد عادي. في أمريكا لا باش تقول لهم لا باش خاص تكون مراد باش يعني توقف مع الدرية، خاص تكون مراد. شكون أنت؟
انت غير حمار انت حمار بودني شكون تكون نتايا وتقصف ليا في بنادم في المغاربه كاملين ومنهم انا وتقصف في الناس اللي داروا لي اللي ما داروا والو وتقصف في الناس اللي حتى واحد فيديو اخر قال لك عاوتاني انا كنهضر على المغاربه كاينين حيد منهم شي وحدين امريكان الاخر راهي حيت الاخر راهي هادو كيبعثوا لك دراهم هادو تيبعثوا لك دراهم من الاخر وانا فاش القناه ديالك فاش وقع لك المشكل درت طالب كنت الدراري دعموه الدراري ما دعموش هذا تخيل هذا ما دعموش ما يستاهلش هذا خلينا ندير المبات في الزنقه ما يبقاش فيكم صافي صاحبي هو مول الحريشه صافي صاحبي درتي لي الطياره والله خل درتي لي الطياره بالله صاحبي ما كاين لا حتى لا مراد ما بقيتوش غدوزو صافي ما عرفتش غديرو ما كاينينش نتوما الدراري غنمشي واحد مسمار الدرب لا ماشي مسمار الدرب وتا مسمار البرازيل عرفتي شنو مسمار البرازيل مسمار البرازيل كامله غادي تشوفوا واحد خونا تيقولوا لي مسمار البرازيل ونيت مسمار البرازيل مسمار البرازيل شرفنا صاحبي شكون انت تعال عندنا تعال باغي يجي غير سياحه هنا للبرازيل وملي شاف دوك الفيديوهات هو قال لي واو زعما واستاهل نخسر مليون ونص ديال الطياره وزيد شي مليون اخرى باش نتسارى تما وداك الشيء قال لي واش تستاهل انا كنشوف في البرازيل بحال هكا كيصور لنا احياء عشوائيه ولوساخ والزناقي والشماكريه عاد باش المهم انا دخلت ونقول لي شوف ما ديش على هذيك هذاك راه ماشي هو المثال ديال المغاربه اللي كاينين في البرازيل راه هذاك كيمثل غير راسو ما كيمثلش راه حتى علاقه مع الصوره زعما حتى علاقه مع المغاربه اللي عايشين هنا راه الاغلبيه ديال المغاربه هنا عايشين بخدمتهم راه كاينين اللي دار ولادهم مزوجين طومبيلاتهم ديورهم راه ماشي كاملين بحال هكا بحال عز الدين كاين هادشي كامل اللي قلتي كاين هو واحد القضيه الله يحفظك ما تسمي لي حتى واحد ما تقول لي لا شكون هو عز الدين تبقى تقول لي ما تسمي لي حتى واحد هضر وما تسميش الله يرضى عليك باش تبقى عزيز عليا قول لي اشكي شوف غادي نسمي غادي نهضر على بنادم فهمتي غادي نقول السميه ديالو عز الدين الله يرضى عليك عز الدين الله يرضى عليك شوف عرفتي الايام الاولى كاع فاش يلاه بديتي كدير هاد اللايفات وهاد الفيديوهات كنقولوا صافي خلي الدري يترزق على الله فهمتي يلاه بدا خليه دابا يمل دابا يعيا فهمتي ولكن عرفتي اليوم شفت واحد الفيديو ومعلقه فيه شوف ماكش غادي نهضر انا وماكش غادي ماكش غادي ندير كاع هاد الفيديو هذا نخلو بيناتنا فهمتي مره هذيك كيطلع لك الدم وصافي كتبرد مع راسك وصافي شوف اليوم شفت واحد الفيديو حطو هنا في فلوس ديال في سان باولو وعلقات عليه لبنى ابيدار فهمتي لبنى ابيدار واش الزين اللي فيك لا حكا راه هي عندها شي علاقه البرازيل من البرازيل كيفاش البلان ديال دابا كنسمع انا كيقول لك هي متحول بصح اخونا قول لينا شكون لبنى ابيدار فهمتي راه عندها الملايين ديال المتابعين يعني ملي كتعلق على شي فيديو ولا شي حاجه انت كاع المتابعين ديالها كيطلع لهم راه فلانه راه علقات على هذا الفيديو المهم داكشي اللي وقع لي حتى انا متبع الباج ديالها طلعت لي النوتيفيكاسيون ديال لبنى ابيدار معلقه على فيديو ديال عز الدين وانا ندخل وانا نشوف واحد الشوه ديال سميتو مصور ترى ما قلتي حتى حاجه صاحبي من قبيله وانت ديوي حتى مع من عندك المشكل انت واش مع عز الدين ولا مع لبنى ابيدار انت من صباح تداوي لبنى ابيدار عز الدين انت مع من عندك المشكل بغيت نعرف انا مع من عندك المشكل الله يهديك اصاحبي وبانت لك دابا غير الطريق ديال مراد المزوري وانت عارف دابا داك الميكرو فهمتي كاع تعاطفنا معاه فاش يلاه بدا فاش يلاه جا من يلاه دخل البرازيل وقعوا عليه ديك المشاكل اغلبيه الدراري هنا كلشي تعاطف معاه على حساب انه مغربي ولكن دابا انت كتشوف حتى شي واحد ما بقاش يحملو فهمتي واه حنا عاوتاني رجعنا لمراد المزوري اش كيدخل يخرج في الهضره خونا تماك اصاحبي واو عز الدين ها لبنى ابيضه حنا ولينا في مراد المزوري عاوتاني انتم مالكم مع مراد المزوري يا صاحبي سير خاف عليك خلينا نشوفوا عز الدين راه قال لي كان مريض مسكين نشوفوه اي اي خالد اي الزبل كم لك تخلص جوج المليون في المغرب باش دير العمليه والعذاب والمصاريف والسبز اللهم انا ننصحك تجي للبرازيل اخويا دير العمليه كلشي فابور حق الله انا غنوريكم من الاول حتى الاخر دابا الله وصلت اخوتي ما خاصنيش نبقى ندير واحد الضغط على كرشي نمشي نتكا وشي دعاوات الخير الله يرحم لكم المهمه ديالكم لما تدعوا معنا ديال الخير الله يخلي لكم والديكم شي دعاوه ديال الخير في سبيل الله لا تدعيتي مع اخوك المسلم بالخير غتلقى الخير الله يعزكم الله يشافينا يا ربي خوت بهذه المناسبه بغيتكم كلكم دعوا بالشفاء لعز الدين بوعماني راه دار واحد العمليه مسكين راه دري الله يعمرها دار الصراحه دري ظريف هو هذا اللي مسكين دار العمليه احنا نشوفوه كيفاش ولا شويه القضيه عنده بدات كتحسن قول لنا عز الدين كيبقيتي شويه شي نساو فيا هاد العيبات نساو فيا هاد العلامات تحط صدفات تيحطوهم انا واحد الخيوط فيهم حمار وخضر باش تكون دير العمليه تحطوهم لك واش فهمتوني هاتهم الاخوان
تعاونوا معنا بالشفاء. الله يخليكم والديكم، الله يخليكم والديكم الاخوان. الله يجيب لك الشفاء اخويا عز الدين من القلب. الله ييسر لك الامور ديالك، ان شاء الله غتولي بخير وغتكون احسن ما كنتي. الله ييسر لك الامور ديالك والله يدير شي تاويل ديال الخير. وبالنسبه للخوت ديال البرازيل كاملين الخوت، انا جمعتهم ليكم باش يقولوا لكم شي كلمه اخيره. يلا قولوا لنا الدراري، سلموا على الاخوان وتفضل ابو مر. شكرا لكم الدراري كاملين، شكرا خويا المامون، شكرا كاع الناس هادو. والله ما خويا طارق، خويا محسن، خويا مارك، خويا مارك تحياتي لك خويا مارك، خويا طارق لوكسمبورغ، كاين جواد ومحمد امين اللي تعاونوا معنا. جواد محمد اوين هو التونسي، خويا التونسي. شكون اللي قاعد يتنطط هكا؟ مين هتول الكلب ده؟ المهم تحياتي تحياتي الاخوه، فهمتي؟ الله يجازي بخير هذا السيد هذا، فهمتي؟ راه احسن حاجه، فهمتي؟ احسن حاجه في الحياه اللي كتستمتع وانت كدير الخير، راه هي هذه اللي كيدير فيها السيد هذا. والله العظيم كاملين ان شاء الله يجازيك بخير. انا حل الفيس وري الرمان، والله الا راه شفتي شي كيدير هذا الشيء، حتى انا راه في عرس هذا، هذا راه الدراري عندي في الاعراس وري الرمان. ورا الزين ورا الزور سالم قطاع وديري معاه، ولكن ها كيما عطر ساكت والك وري الرمان. اسمع نحكي برجوله، راه فهمت مازلنا عنا رانا شهيرين، مازلت عندنا مدة، والبشر هذايا انا وياه رانا قاعدين نخدموا حتابة نتاع البلاصة هذايا، رانا قاعدين نربيو. ولكن ما فرض عليك توا حتى بغيتي. احنا باغين واش باغين معناتها قاعدين 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 نصحوا بتاع بالصح راهو. نجموا تعاملوا علينا لبرا، نقارم شو واحد نشدون. تحياتي للدراري كاملين تاع البرازيل، وبالخصوص نبغي هنا نبغي نشكر المامون، مراد المزوري، مول الحريشه، مسمار دو برازيل، عز الدين البؤماني، ياسين تشاش، حمو داود اسفي، سامي دو برازيل واللي نسيت السميه ديالو، يسمح لينا مره اخرى ان شاء الله في شي فيديو اخر. ولذلك الخوت بغيتكم تآزروا مع بعضياتكم، تعاونوا مع بعضياتكم. وهذا الفيديو هذا راه ماشي على اساس باش نكلاشيو شي واحد ولا نطيحوا بشي واحد، بالعكس نجمعوا كاملين وشي دراري اللي تنسى ونعاودوا نفكروا بهم الناس يعاودوا يتابعوهم. والدعم الخوت دعموا الدراري لانهم دراري في غربه ويستحقوا الدعم. ولذلك الخوت كنبغي نشكر كاع الدراري اللي دازوا معنا هنا، وراه ما بغينا ماشي الهدف هو نقصوا من شي واحد، بالعكس نضحكوا ونتفكروا بعضياتنا وهذه. ولذلك الخوت اللي غلطنا في حقه يسمح لينا، وبالنسبه للناس اللي كيتابعونا دعمونا بلايك الخوت بكومونتير، واللي ما مشتركش يدير اشتراك. وتحياتي لكم، مبروك عيدكم، مبروك عواشركم.